أدعو بهالوقت مقدمة البرامج الممثلة الجميلة جدا 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 ستيفاني صليبة لحتى تنضم لنا، كما أدعو أيضا الفنان القدير والكبير شوقي متى أن يكون حاضر على مسرحنا لنقدم جائزة أيضا لممثلة رائدة كلنا منشوف حالنا فيها بلبنان. تفضلوا. تفضلا. يسعد مساك. بونسوار. تفضل. أنا ملتزم بالأربعين ثانية اللي قالوا لي عنهم، رح بشيل منهم عشر ثواني وجدانيات والثلاثين ثانية للقديرة اللي بدنا نكرمها الليلة. أخي في الوطن ما مر بنا هو حلم رهيب وسيمضي، فاسند جراحك إلى جراحي ولننهض، فجراح الوطن أثخن من جراحنا، وهلم نقتلع له المسامير فكفاه الغالي صلبا على الجدران وفي أروقة الدول الكبرى. وتعالى لنغني أنا وأنت، بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب. وكأنها عجنت وتعتقت حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم، علامة فارقة بعالم التمثيل على خشبة المسرح عبر شاشة التلفزيون وبالسينما. هي نفسها لا تشبه إلا نفسها، نفسها المثقفة المتواضعة القريبة مع كثير من الوقار والتميز. جائزة بياف 2017 للأستاذة جوليا قصار. في شغف وعشق راق للفن والثقافة اطليت على الشاشة الصغيرة والشاشة الفضية، صاحبة إطلالة أنيقة شكلا وأداء، شخصية مثقفة قدمت العديد من البرامج الثقافية على الشاشات المحلية والعربية. نجاحي في المسرح لا يقل عن تميزي على الشاشة من أبرز الممثلات في لبنان والعالم العربي. وأنت بتعمل برونزاج وأنا بعمل دانس. إلى جانب التمثيل شغلت منصب نائب رئيس وأمينة الصندوق في نقابة الممثلين في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بين العامين 2002-2006. كلهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت. لا لا، أستاذة في معهد الفنون الجميلة في قسم المسرح والسينما والتلفزيون في الجامعة اللبنانية منذ العام 98. شاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية العربية والعالمية كممثلة أو كعضو في لجان التحكيم، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز من لبنان ومن العالم وصولا إلى كان الفرنسية. أنا الممثلة المتعددة المواهب جوليا قصار. هذه هي باختصار جوليا قصار. أدعو القنصل جوزيف حبيث عميد السلك القنصلي في لبنان وقنصل عام سنغافور لتسليم الجائزة للممثلة الكبيرة والمثقفة والقدوة في عالم التمثيل. أهلا وسهلا فيك جوليا قصار. يعني شكر كبير لهالجائزة التكريمية بهديها لكل زملائي الممثلين يلي عم بيناضلوا وتحتى يبقوا على الساحة ويرفعوا وجه لبنان. بهدي هالجائزة كمان لبيروت الحلوة يلي ما بتنام ويلي ما لازم تتسكر مسارحها وشوارعها تضل مشعشعة، والمبدعين والمفكرين والمثقفين يلي عم بيلاقوا تقدير بكل بلدان العالم يحصلوا على دعم من مؤسساتك يا بيروت، وحتى الرقابة ما توقف بوجهن لأنه هن تعلموا منك يا بيروت شو معنى الحرية
وبيغاروا عليك أكثر من أي حدا تاني. شكرا بياف، شكرا بيروت، شكرا لكم.